إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله ما شاء الله، عمارة شارع السلطان حسين، ناصية ناصية. أنا داخل أهو. بسم الله ما شاء الله. أمن هذه الدخلة، هذه الدخلة أمن وحراسة، وادي البوابة، الدخلة رخام، مدخل بسم الله ما شاء الله راقي جدا. ادي الجبس، ادي الجبس، بسم الله ما شاء الله. احنا بنصور كل حاجة. وادي اتنين اسانسير، وادي الامن، مدخل مكتب الامن اهو، الدخلة بسم الله ما شاء الله. وادي اتنين اسانسير، وادي الاسانسير الاولاني، الاسانسير الاولاني، وادي اوضة الحارس، وادي ايه الاسانسير التاني داخلين. ايه الاسانسير عامل ازاي؟ تعالى كده يا دكتور اطلع برا. هذا الاسانسير عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، واسع ما شاء الله عليه، ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. شوفوا الدور عامل ازاي يا جماعه، اللهم صل على النبي. الدور بتاع الباشا كله مخصوص، الدور كله. ادي الغاز، مؤشر الغاز، حط الدور كله بتاعه، ما فيش لوك شريك فيه. الدور كام سيادتك يا حاج؟ حاج رضا. ادي عداد الكهرباء، ادي عداد الكهرباء يا جماعه داخل اهو، ادي عداد الكهرباء، وادي الغاز، وادي مؤشر الغاز. بسم الله ما شاء الله. ادي الشقه، بسم الله ما شاء الله. ادي باب الشقه اهو داخل اهو، داخل باب الشقه اهوت يا جماعه اهو. اللهم صل على النبي، فعلا بتاعت ناس بشوات محترمين. باب ارو، باب ارو يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي حمام الاستقبال، ادي حمام الاستقبال اهو، واحلى ذكرات، احلى ذكرات. الشقه في شارع السلطان حسين يا جماعه عامله ازاي؟ بنقفل باب اهو، ظهر باب الشقات يا جماعه. اهو اهو بسم الله ما شاء الله. ادي الريسبشن، داخل على الريسبشن اهو، مستوى مستوى كله. بعد اذنك يا حاج، ممكن تنور له نور الشقه كله؟ معلش ماشي، نور لي بس، نور لي النجف اللي هناك بالمره. بعد اذنك النجف كله، كل حاجه. شبابيك الشقه مستويين يا باشا، مستويات اهو، مستويين. نفتح الشباك الالموتيل اهو 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 اهو. الشقه دي فين؟ ادي شارع السلطان حسين اهو، وادي شارع. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ولا قوة الا بالله. فرش فندقي الابعد صورة، فرش ديكور فعلا ما شاء الله. ستاير على احدث مستوى، كل حاجة لها فنيات. وادي الكرسي الهزاز، والسفرة، احنا كده لسه في الريسبشن يا جماعه، ما دخلناش حته تانية، لسه احنا في الريسبشن اهو. وادي البلكونه بتاع الشقه سلطان حسين اهوت يا جماعه اهو اهو. ايه البلد دي كلها، ايه الجمال والخيال
الله اكبر الخوف اهو يا جماعه، انا بصور البلكونه بيوم كلها وقت يا جماعه عشان ما فيش حد يتكلم اهو. كل حاجه في الشقه بالنهار شرس اهو، التاريخ والحياه هنا الاسكندرانيه كلها هي. والقصور والدنيا والحياه اهو، انا كل ده في الهول يا جماعه في البلكونه. وادي ايه مش عارف ايه اللي هناك، دي محطه مصر ولا ايه ما اعرفش، محطه الرمل والسلطان حسين وادي البحر اهو، كمان بحر محطه الرمل اهو اهو يا جماعه البحر اهو. وانت رايح نجيب كل حاجة، احنا ما فيش مشكلة بنصور على احلى حاجة وباكبر حاجة. كل ده احنا لسه في البلكونة اهو يا جماعة اهو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله اهو. دخلنا من البلكونة على الهود اهو. وفي امكانية بيع بالعفش يا جماعة برضو، لو انتوا عاوزين في امكانية عنده مش مانع تبيع الشقة كلها بالفرش، ما فيش مشكلة سيادتك اهو. انا كل ده في الريسبشن، التلات قطع الاتنين انتريه والصالون والسفرة اهو يا جماعة. الشقة كلها شارع، شوف الديكور الجبس، شوف يا جماعة بص الله اكبر الله اكبر على الديكور والخيال والجمال فعلا والله. والشارع برضه اهو من البلكونة ترى كل حاجة، اسكندرية كلها قدامك، شارع السلطان حسين يا جماعة اهو. ومش كل حاجة بسم الله الرحمن، كل ده في الريسبشن. احنا تاخدين الغرف والمطبخ وكل حاجة. ادي غرفة النوم الاولانية، غرفة النوم الاولانية بسم الله ما شاء الله. انت مكيفة التكييف اهو يا جماعة، والشارع اهو. اهو يا جماعة النجم كل حاجة يا جماعة. أول غرفة أهو، أدي المطبخ الأمريكاني ما شاء الله ما شاء الله أهو. بص بسم الله ما شاء الله أهو، بدايته أهو يا جماعة. اتفرج كل حاجة أهو، دي بريزر كل حاجة فيه، تلاجة والفريزر والميكروويف وكل حاجة موجودة هنا، والمطابخ اهو. اهو يا بيه يا جماعة، في إمكانية بيع بالفرش. داخلين على إيه؟ وده المطبخ، أدي الغسالة أهو. أهو أهو كل ده لسه إحنا في المطبخ وكده. إحنا داخلين على الأوضة التانية، أوضة النوم الرئيسية أهي بسم الله ما شاء الله. أدي التكييف برضو، وأدي دي خيال من الاحلام يا جماعه، اللي هي شارع السلطان حسين اهو يا جماعه. الشقه في امكانيه بيع بالفرش، الشقه فيها امكانيه بيع بالفرش، كل الامكانيات وكل وكل الخدمات فيها. باب ارو يا جماعه، باب الشقه ارو ارو كله. دخلنا الحمام الثاني حمام كل حاجة اهو اهو ما شاء الله. كابينة الشاور بتاعته وادي الغادة
اهو يا جماعة سيراميك السقف كله اهو يا جماعة بصور كله. وادي الأوضة التالتة اهي يا جماعة. ما شاء الله الشقة كلها ناصية شارع السلطان حسين اهو اهو دور كامل اهو اهو يا جماعة. انا الخارج تاني اهو من الشقة اهو كلها مكيفة كل غرفة فيها تكييف يا جماعة يا مع الباشا. لحظة بقى كده بعد اذنك واحنا مع بعض في التليفون واحنا بنتكلم مع بعض بالفيديو. انا يا بيه لازم اقول كل حاجة يا بيه. لا مش لازم. الشقة فيها تلات عدادات وتليفون ارضي عداد مية وكهرباء وغاز وتليفون ارضي. الشقة فيه امكانية بيع بالفرش. شارع السلطان حسين فين بالظبط يا باشا معليك؟ طب ماشي 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 يا بيه عشان بكسب. ماشي شارع السلطان حسين كامل تعدادات وتليفون ارضي ونت واتنين حمام والشقه على مساحه الدور شارع السلطان حسين. الدور الكام يا بيه؟ 14. الدور ال 14 دور كامل على مساحه الدور كامل الشقه كلها يا جماعه 175 متر. 175 متر اهو يا جماعه كل حاجه يا جماعه.